ولايات وهمية وأمراء للديكور، بيعة لخليفة مجهول، البعث المنحل متغلغل داخل التنظيم، وتمييز عنصري ينخر فيه، داعش وبيع الوهم. لا جنود ولا عمليات ولا ولايات، والدعاية هي في الواجهة فقط. كل الولايات الداعشية هي مجرد مسرحية. هناك ولاية حقيقية واحدة فقط، وهي ولاية البعث. وقد خدع أعضاء حزب البعث السلفيين الجهاديين وحاصروهم لخدمة مصالحهم الشخصية. كل ولاية ترسل بيعتها إلى أمير مجهول تخدم هذه المسرحية المضحكة. فإليك كشف المستور عن دواعش هذا الزمن. أقر تنظيم داعش بتراجع هجماته الإرهابية في إحصائيته التي نشرها عن نشاطه العملياتي عام 2022 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تزيد عن 30% عن عام 2020، موضحاً أن مفارز التنظيم في نصف الدول التي ينشط فيها، وهي 12 دولة من أصل 24 وفق إحصائياته، نفذت عدداً محدوداً للغاية من تلك الهجمات، تراوح ما بين هجوم واحد وأحد عشر هجوماً على مدار عام كامل. وكشفت تلك الإحصائية عن جزء من الخداع الذي تمارسه قيادة داعش العليا التي يتحكم فيها الحجاجي العراقيون الذين كان أغلبهم من رجال نظام حزب البعث العراقي المنحل. فرغم أن القيادة أجرت عملية إعادة هيكلة لما يعرف بالولايات الداعشية في مايو عام 2022 وأنشأت أفرع داعشية بعد تمدده في دول جديدة على حد قول التنظيم، بيّنت إحصائياته أن تلك الأفرع ليست سوى ولايات وهمية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، وكأنها أضحت كديكور يزخرف بناء الخلافة الداعشية التي يقودها العراقيون. ومع حالة الضعف والوهن الواضح على العديد من أفرع داعش الخارجية، سعت قيادته المركزية لتوظيفها لخدمة مصالحها وإضفاء الشرعية على الخليفة الجديد أبو الحسين الحسيني القرشي، الذي دعا المتحدث الإعلامي باسم داعش أبو عمر المهاجر كل مقاتلي وأنصار داعش حول العالم لمبايعته في كلمة صوتية نشرتها مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لديوان الإعلام المركزي للتنظيم في 30 من نوفمبر عام 2022. ونشر ديوان الإعلام المركزي في الفترة من أوائل ديسمبر عام 2022 وحتى يناير 23 سلسلة إصدارات مرئية توثق بيعة أفرع داعش لأبو الحسين الحسيني القرشي، وسلطت تلك السلسلة الضوء على مجموعات من مقاتلي التنظيم في دول ومناطق مختلفة، منها العراق وسوريا والساحل الإفريقي والصومال ووسط وغرب إفريقيا وموزمبيق والفلبين أيضا، وهم يؤدون يمين الولاء للزعيم الداعشي الجديد. وظهر أمراء وقادة أفرع داعش الخارجية ولا سيما في الساحل الإفريقي وباكستان وغيرها وهم يقرؤون عبارات التأييد للحسيني من أوراق مكتوبة، ليبدو المشهد وكأن هناك من أملى عليهم تلك العبارات للترويج لزعيم داعش والذي تبقى هويته الحقيقية مجهولة حتى الآن. ولم يكن المشهد السابق مفاجئاً، فظهور العديد من الأفرع الداعشية المعلنة أصبح يقتصر في أحيان كثيرة على الإصدارات المرئية التي ينعون فيها خليفة التنظيم ويعلنون بيعتهم للأمير الجديد، وهو ما حصل عندما تولى خليفة التنظيم السابق أبو الحسن الهاشمي قيادة التنظيم في مارس عام 2022 بعد مقتل سلفه أبو إبراهيم القرشي الهاشمي. إذ بث التنظيم سلسلة مرئية بعنوان ماضي جهاد المؤمنين في الفترة ما بين مارس وأبريل عام 2022، وتكرر الأمر مؤخرا بعد إعلان تنصيب أبو الحسين الحسيني خليفة بعد مقتل الهاشمي. صرح الخلافة المبني على الولايات الوهمية. في كل مرة يتلقى تنظيم داعش خسائر أو يفقد مجموعة من قادته البارزين، يسارع التنظيم للإعلان عن قبول بيعات مجموعات جهادية محلية في دول خارج العراق وسوريا، كما يعيد هيكلة ولاياته المعلنة سابقا، محاولا أن يبدو كأنه لم يتأثر بالهزائم وأنه ما زال باق ويتمدد في الوقت الذي تبدو فيه خلافته كأنها فانية وتتدهور. وأعلن داعش عن هيكليته للمرة الأولى في يوليو عام 2016 عبر إصدار مرئي أسماه بصرح الخلافة، قال فيه
إن ولاياته يبلغ عددها 35 ولاية، منها 19 ولاية في العراق وسوريا و16 في خارجها، على أن تلك الولايات الكثيرة كانت في الغالب ولايات وهمية بحيث لم تخضع فعليا لسيطرة التنظيم، وإنما زعم أنه أسس ولايات جغرافية داخلها، فيما كان قد خسر الكثير من تلك المناطق في وقت الإعلان. إعادة هيكلة لا تنتهي للولايات الداعشية. فشلت خطوة إعلان الولايات الوهمية في إكساب التنظيم زخماً على أرض الواقع، حيث تراجع بوتيرة سريعة إلى أن فقد كل معقله بخسارته قرية الباغوز فوقاني السورية في مارس عام 2019. واستبق زعيمه السابق أبو بكر البغدادي عام 2018 انهيار خلافته المكانية بإعادة هيكلة للولايات المزعومة إلى 6 ولايات فقط في العراق والشام وليبيا وغرب إفريقيا والصومال وسيناء واليمن. أما الأفرع الأخرى كمجموعات شرق آسيا والقوقاز وغيرها فسميت بجنود الخلافة، أي أنها ظلت في مرتبة أدنى من كونها ولاية من المنظور التنظيمي. وبعيد سقوط الخلافة المكانية عام 2019 خرج أبو بكر البغدادي خليفة التنظيم وقتها في إصدار مرئي بعنوان في ضيافة أمير المؤمنين، مدعيا أن التنظيم تمدد إلى ساحات جديدة وأن له ولايات في 11 دولة هي العراق وسوريا وأفغانستان وخراسان وغرب إفريقيا وسيناء وليبيا واليمن والصومال وسط إفريقيا والقوقاز وتركيا، بجانب فرع يسمى بجنود الخلافة في تونس. وظل التنظيم حينئذ في حالة انهماك تشغيلي كي يخفي أثر الهزائم الثقيلة التي حلت به، وأقدم خلالها على التضحية بمجموعات كاملة بايعته مثل جماعة التوحيد الوطنية في سريلانكا بقيادة زهران هاشمي، والتي نفذت هجمات الفصح الدامي في الدولة الأخيرة في أبريل عام 2019، وفي الفترة من مقتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر عام 2019 إلى مقتل خلفه أبو إبراهيم القرشي في فبراير عام 2022، اتسمت الولايات الداعشية المعلنة بحالة من الثبات أقرب للجمود، فبقيت الأفرع الداعشية الخارجية على حالها دون أن يتم الإعلان عن أفرع جديدة أو يكون هناك نشاط لافت للأفرع التقليدية للتنظيم. وعندما تولى خليفة داعش السابق أبو الحسن الهاشمي في مارس عام 2022 أجرى عملية إعادة هيكلة أخرى للولايات المزعومة شملت الإعلان عن تأسيس ولايات جديدة عن طريق فصل بعض الأفرع الداعشية التي كانت مندمجة تحت اسم ولاية واحدة مثل ولايات الساحل الإفريقي وموزمبيق ووسط إفريقيا، والتي عملت قبل الهاشمي تحت مسمى واحد هو ولاية وسط إفريقيا، بجانب تسمية أفرع أخرى عرفت بجنود الخلافة باسم ولايات مثل ما حدث مع فرع داعش في جنوب شرق آسيا الفلبين. ونتيجة تلك العملية أصبح للتنظيم 15 ولاية معلنة، وبرهنت تلك العملية أن داعش يحاول تجميل وجهه عن طريق الادعاء بأنه أسس أفرعا جديدة وولاية مكانية غير موجودة على أرض الواقع، وهو ما وصفه قادة المنشقون عنه بأنه أكبر دليل على أن التنظيم مجرد خلافة وهمية. الحجاجي العراقيين وديكور الخلافة الزائفة. تلفت الانتقادات المتواصلة التي وجهها القياديون المنشقون عن داعش إلى دور الحجاجي العراقيين الذين انتمى أغلبهم إلى نظام البعث السابق في إدارة التنظيم، وكذلك دورهم في تأسيس وإعلان الولايات الخارجية التي يبقى العديد منها مجرد أسماء وهمية وزينة يزين بها البعثيون السابقون سيطرتهم على التنظيم. وحسب ما روى أبو مسلم العراقي القيادي الأمني السابق بداعش، فإن الطريقة البعثية القديمة حكمت عملية تنصيب أمراء وحجاجي داعش، موضحا أن اختيار القادة والأمراء لم يكن وفق معايير الكفاءة والخبرة العملية ولا العلمية، بل وفق معايير شخصية ووساطة تحددها العلاقات والارتباطات القديمة بين البعثيين ورفاق السجون السابقين. ومن خلف الستار حاول حجاجي داعش أن يسوقوا لأنصارهم وأتباعهم أنهم ما زالوا يسيطرون على الأمور، وأن التنظيم باق بالإعلان بين فينة وأخرى عن تأسيس ولايات جديدة وإقامة أفرع داعشية في المناطق الهشة بإفريقيا وآسيا. ووفقا لشهادات العديد من المنشقين، فإن حجاجي داعش اتفقوا على ألا تكون القيادة لغير العراقيين، لدرجة أن أبو إبراهيم القرشي خليفة التنظيم الأسبق والمعروف أيضا بحج عبدالله قرداش قال أثناء الخلافات بين تيارات داعش: ما نطاطيها ولا نعطيها الناس، ما نعرف من وين رأس أبوهم، في إشارة منه إلى القادة والأمراء غير العراقيين بما فيهم أمراء الولايات الداعشية المعلنة.
وأكدت تلك الشهادات أيضاً أن الولايات الداعشية المعلنة وأمرائها يبقون بعيدين عن مراكز صنع القرار في التنظيم، وأنهم يستبعدون من إمارته أو تولي الخلافة بسبب تخوف العراقيين منهم. كما تثبت وجود نوع من العنصرية لدى القادة العراقيين تجاه نظرائهم وأتباعهم الأجانب، وهم يدفعهم لتجنب اختيار خليفة أو زعيم من غير العراقيين. كما كشفت رسالة سرية أرسلها خليفة داعش الأسبق أبو بكر البغدادي عام 2013 لقيادة تنظيم القاعدة إبان الخلاف مع أبو محمد الجولاني وجبهة النصرة هيئة تحرير الشام حاليا، جانبا من جوانب رفض الحجاجي العراقيين لتولي الأمراء أو القادة من خارج العراق منصب خليفة التنظيم أو مناصب في اللجنة المفوضة لإدارة الولايات، فضلا عن مجلس الشورى الداعشي والمعروف أعضاؤه بأهل الحل والعقد. وتبرهن كل المعطيات والشهادات السابقة أن قيادة داعش العليا المتكونة من الحجاجي البعثيين السابقين تتبع نهجاً عنصرياً يقوم على التمييز بين القادة العراقيين وغيرهم من القادة الأجانب، بحيث تقرب العراقيين وتوليهم المناصب الهامة في التنظيم بينما تستبعد غيرهم. كما يتضح أيضاً من تلك الشهادات أن داعش يعتمد على ديكور زائف هو الولايات الخارجية التي يعلنها، والتي هي في الواقع مجرد ديكور زائف للخلافة الداعشية المزعومة. وحتى الآن يبقى داعش متمسكاً بتعيين خليفته من المجموعة العراقية، ويرفض أن يتولى أحد من خارج تلك المجموعة إمارته. وأمام تلك التطورات يبرز تهديد جديد أمام تنظيم داعش، يتعلق بالعلاقة بين الأفرع الخارجية والتنظيم المركزي، إذ أن تلك الأفرع لها جزء من الإدراك الذاتي لكينونتها بعيداً عن التنظيم المركزي، وهو ما قد يجعلها تنفصل عنه وتصبح أفرعاً مستقلة دون أن تتقيد بإطار الخلافة الداعشية، والتي هي في الواقع خلافة الحجاجي فقط.